السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. كنتمنى الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية، الله يشافي الجميع يا رب. رجعت لكم اليوم فيديو جديد، وهذا الفيديو غنتقاسم معكم واحد الوصفة فعالة ومجربة لاسترجاع حاسة الشم والذوق بإذن الله بأعشاب طبيعية، وكذلك مشروب سحري في آخر الفيديو. خليكم معايا للآخر، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة. ما تنساونيش بلايك والبارطاج وفرجة ممتعة. غادي نبداو بسم الله على بركة الله بهاد المكونات ديال هاد الوصفة السحرية. هاد الوصفة ما غاديش نشربوها، غنوريكم ثلاث طرق كيفاش غنستخدموها فعالة، وغادي بإذن الله ترجع لكم حاسة الشم والذوق بسرعة. أول مكون اللي هو الزعتر. الزعتر غني عن التعريف، يعني ديجا تقاسمت معكم الفوائد العظيمة ديالو. كنحتاجو معلقة صغيرة ديال الزعتر، وبالنسبة لإكليل الجبل أو اليزير كذلك كنحتاجو من واحد الكمية قليلة كما كتشوفو معايا، حتى هو معلقة صغيرة ملوءة. كان عندكم طري ديروه، كان عندكم جاف هكا ديروه. غادي نحتاجو واحد جوج عويدات ديال القرفة، غادي نحتاجو قليل من الورق ديال الكاليبتوس، إلا عندكم جاف ديروه، عندكم خضر بحال هكا ديروه. وكذلك كنحتاجو واحد المعلقة ديال الشيح كما كتشوفو معايا، يعني الشيح راه ديجا تقاسمح لكم الفوائد العظيمة ديالو، صالح لكم بالأخص في هاد الوقيتة هادي ديال هاد الفيروس، وكذلك حتى فاش تكونو يعني ضربكم الرواح ولا أي حاجة من غير هاد الفيروس هذا، وكذلك تيقي من العدوى. المكون الاخر اللي هو هاد الاوراق هادو ديال الليمون الحامض، يعني تحيدوا واحد ثلاثه الورقات ولا جوج ورقات حتى هما غادي نستعملوهم. والمكون الرئيسي ديالنا في هاد الوصفه هادي اللي هو القرنفل. القرنفل كذلك كديروا منه واحد 14 حبه ديال القرنفل اولا نص معلقه صغيره ولا معلقه صغيره، انا ما غاديش نشربوه هذا، غنوريكم شنو غديروا به، غير معلقه صغيره ديال القرنفل. هادو هما المكونات ديالنا. اول حاجه شنو كنديروا، كنجيبوا واحد الانيه كسرونه، يعني خذوا الكسرونه نتوما اللي غادي تستعملوا، وغادي ديروا فيها هاد المكونات هادو كما كتشوفوا معايا، رانا دابا تقسمتهم معكم. غادي نديروهم بسم الله كلهم، غادي نديرهم في هاد الانيه هادي، وغادي نديهم فوق النار حتى يغليوا ليا مزيان. يعني هادشي خصو يتبخ مزيان، مع انكم توضعوا واحد الانيه فاش يكون فوق النار، باش يعني تبقاو محافظين على داك البخار. حنا محتاجين لداك البخار اللي غادي يكون لينا ديال هاد الاعشاب. يعني هاد الانيه غادي نغطيها ونوضعها فوق النار واحد 5 دقائق ولا 8 دقائق، على حساب حتى نحس بيه تيغلي مزيان نتلاقى معكم. وبالنسبه لهاد الاعشاب هادو، يعني فاش جبتهم فوق النار كما كتشوفوا معايا، يعني هاد البخار هذا هو اللي كنديروا هكا، تنجيبوا الراس ديال المريض وكنديروا هكا هاد الانيه هادي، وكنديروها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. يعني هاد البخار هذا مهم بزاف انكم يعني تشموه، رائع، ولكن ما تفوتوش 30 ثانيه، يعني نص دقيقه تحسبوا 30 ثانيه صافي ويحيد الشخص الراس. وكتحاولوا انكم يعني تدوروه على البيت ديالكم، يعني تدخلوه الغرف، تدخلوه حسن من انكم تبخروا، لان البخور هو حتى البخور زوين، ولكن صعيب للناس اللي عندهم ضيق التنفس. الناس دابا راه كتخنق، تفقد الاكسجين، عاد نزيدوا الا درنا ليها الدخان غادي نخنقوهم. يعني هذه راه فعاله، هذه الوصفه هذه من الاجداد ديالنا ومجربه رائعه، انكم كديروا هذا الشكل هذا وكتشموا هذه الرائحه، غير ما تطولوش فيها. يعني ما خصش الانسان يحط راسه واحد المده، كما قلت لكم 5 دقائق كافيه، جوج مرات ولا ثلاثه المرات في اليوم كافيه، ما تكثروش. يعني وغادي نعطيكم كذلك طريقه الاستعمال ديالها الاخرى، هذه ممكن انكم يعني دوزوها للبيت كامله، طارد كذلك للفيروسات وهائل، وكيقي حتى من العدوى، وجيد يعني بالنسبه لاسترجاع حاسه الشم وحاسه الذوق. بالنسبه لاستعمال اخر ديال هذه الوصفه العجيبه، اننا كناخذوا منها واحد الكاس بهذا الشكل هذا، وكنحاولوا اننا يعني نصفيوه. وبالنسبه لهذا الكاس هذا شنو كنديروا، كنصفيوه من طبيعه الحال، اننا كنحاولوا نديروا به غرغره، يعني كنغرغروا به الفم ديالنا لواحد المده ديال 3 مرات في اليوم. كنغرغروا به يعني مزيان الفم ديالنا، وكنحاولوا هاد المحلول هذا اولا يعني هاد السائل هذا انه يبقى لنا شويه في الفم ديالنا هكا، عاد اعزكم الله كنتفلوه، يعني رائع ومطهر، يعني يطهر لينا الحجره ديالنا، تيرجع لينا كذلك حاسه الشم والذوق، وكننظفوا مزيان الحلق ديالنا. يعني 3 المرات في اليوم فعال هذا المحلول هذا ولا هذا المشروب هذا، انكم يعني كديروا به الغرغره، ولكن يكون دافي باش ما يحرقكمش. وثالث استعمال انكم ممكن ديروا به الانف ديالكم بحال الشكل ديال الوضوء، يعني بحال كتوضاو كتاخذوا هاد المحلول هذا كتصفيوه وتتبقاو يعني تغسلوا به الانف ديالكم، يعني بحال الشكل ديال الوضوء، عزكم الله، استنشاق واستنبار، يعني كتدخلوه وكتخرجوه، راه فعال وكيقي وتينقي لكم حتى ديك الجيوب الانفيه، يعني كلشي كيسرح لكم ما شاء الله. يعني عن تجربه هو جوج مرات ثلاثه المرات في اليوم. بالنسبه لهذا كما كتشوفوا معايا راه فعال، يعني فاش كيمشي لكم داك البخار كترجعوه فوق النار وتزيدوا ليه شويه الماء وتغطيوه. كاين اللي كيديروا في الطنجره، يعني الا عندكم شي طنجره هكا ما كتستعملوهاش بزاف، ممكن طنجره الضغط تحلوا الصفاره
كديروها يعني في الغرف ديال النوم، كتسدو حتى تديرو عاد من بعد يعني كتحلو باش تهوى الدار. يعني كتحاولوا انكم تبدلوا الفراش والغشين ديال المخاد صباح وعشيه. يعني هاد المرض هذا راه ما معاهش اللعب، يعني حاولوا ما امكن انكم تعقموا بالوسائل اللي هي طبيعيه، ومن الافضل بلا ما ديروا تبخار هكا ديال الجمر لانه تزيد يخنق المرضى. كنتمنى فعلا هاد الوصفه هذه انها تفيدكم. بالنسبه كذلك الغرغره، يعني ممكن انكم تغرغروا باي اعشاب، يعني غير منقوع ديال الزعتر او الملح والماء والحامض مدافي ودير فيه الملحه وتغرغروا به، يعني كل شيء هذا الشيء غادي يفيدكم باذن الله. ندوزو باش نتعرفوا على المشروب الصحي الفعال والمجرب امين بمقادير كلها مضبوطه. يعني هذا المشروب هذا رائع بالاخص في الفتره هذه ديال هذا المرض هذا باذن الله، وجيد كذلك انه مضاد للالتهابات ومضاد للفيروسات وانه تيقوي لكم الجسم فعال. هذا المشروب هذا عن تجربه، يعني مجرب كنشربوه حنا شربوه عائلتنا، يعني فعال. بالنسبه لهذا المشروب المكون الاساسي فيه وهو القرنفل، يعني غتحتاجوا 5 الحبات من القرنفل، 5 ديال الحبات من القرنفل كما كتشوفوا معايا. انا غير درتهم هنايا مسبقا باش ما نطولش عليكم الفيديو، كتخليهم تديروا عليهم ما غليان، كتخليهم 5 دقائق يعني حتى تيطلقوا لكم المفعول ديالهم، كذلك مع الحفاظ على باش ما يطيروش يعني دوك الزيوت هكا، يعني خصكم ضروري تغطيو هذا الكاس هذا. بالنسبه للاضافات اللي كنضيفوا لهذا المشروب هذا، اول حاجه كنضيفوا ليه وهو عصير ديال الحامض، يعني رائع هذا المشروب هذا كيولي فعال انكم كتضيفوا واحد المعلقه من عصير ديال الحامض كما غادي تشوفوا معايا. دابا غادي نضيف هذه المعلقه هذه، وغادي نضيف كذلك معلقه من العسل. بالنسبه قبل ما نضيف المعلقه من العسل، ممكن انكم تحيدوا هاد العويدات هادو صافي. دابا وطلقوا لينا الفوائد ديالهم العظيمه، بغيتوا تصفيوه حتى تصفيوه، ما بغيتوش يعني كتحيدوهم. كذلك واحد شويه ديال العسل كما كتشوفوا معايا. هذا المشروب هذا بالنسبه للعسل غير باش يشربوه لكم هكا الابناء ديالكم، بالنسبه الا كان بالنسبه للابناء ديالكم كنديروا لهم غير 3 العويدات، والكبار ديروا لهم 5، وحنا راه شي بعض المرات يعني كنديروا حتى 7. القرنفل هو خصو غير ما تكثروش منه، وهذا المشروب هذا كيتشرب مره واحده في اليوم. وكاين ممكن تشربوه الا كان عندكم يعني المرض وكانوا الاعراض كثار، ممكن تشربوه في الصباح وتشربوه في المساء، ولكن انا كنفضل هذا الكاس انا كنشربو غير مره في النهار. المشروب ديالنا واجد، وممكن هاد العويدات كما قلت لكم انكم يعني تمضغوهم، راهم فعالين ورائعين. بالنسبه الفوائد ديال القرنفل، يعني راه شكون اللي ما عارفش القرنفل، راه ديجا تقاسم معكم الفوائد العظيمه ديالو، انه ضد الالتهابات وانه تيمثل الجسم بالطاقه، انه رائع وتينشط حتى الذاكره، جيد لعلاج حساسيه الناس اللي عندهم الربو وضيق التنفس، جيد ليهم يعني هذا المشروب هذا. كذلك حذاري من المعقم، انكم داك المعقم اللي كتصوتوه يعني بزاف اليوم، ما حاولوا ما تبقاوش تشموه كثره لانه هو صعيب لحاسه الشم والذوق. وكذلك نقصوا حتى من الروائح اللي كتكون مجهده اللي كيديروا النساء يعني في هذه الفتره هذه، والله يشافي الجميع يا رب. هنا كيكون الفيديو ديالنا سهله، كنتمنى هذه الحصه تكون خفيفه ظريفه على قلبكم، تكونوا استفدتوا ولو بالقليل، وكنشكركم بزاف بزاف على المشاهده. ما تنساونيش بلي لايك وتبارطاجوا الفيديو مع الاهل والحباب ديالكم باش فائده تعمو كذلك تدوا الاجر باذن الله. وكنشكركم والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديدة أو نصيحة جديدة مع خديجة، وشكرا للمتابعة.